أسئلة السادة المواطنين اللي تابعناها من خلال التقرير ده اللي نحاول نجاوب عليه، موضوع الكروت الذكية وإزاي التطبيق وأهم المشاكل والرقم السري اللي ممكن الواحد ينساه، واللي لسه ما طلعش الكارت لغاية دلوقتي هيعمل إيه؟ هل في كميات محددة ولا ده هيكون في الأول بس وبعد كده هنحدد الكميات ويمكن كمان نرفع الأسعار؟ كلام كتير وأسئلة أكتر هنحاول نطرحها على ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم. برحب بالمهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق. مساء الخير يا سيادة الوزير، أهلا وسهلا حضرتك. والمهندس خالد عبد الغني مدير منظومه الكروت الذكيه لتوزيع المنتجات البتروليه، اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. والاستاذ خالد عثمان نائب رئيس هيئه البترول للتجاره الداخليه، برحب بحضرتك معانا يا فندم، اهلا وسهلا. ابتدي مع اللي بيطلع لنا الكروت. طلعت كام كارت لغايه دلوقتي يا فندم؟ كل كروت الناس في مصر. كل الناس في مصر معاها كروت دلوقتي؟ كل الناس طلعت لها كروت. بس مش كل خد الكروت قصدك يعني؟ لا، في بعض الناس ما راحوش خدوا الكروت بتاعهم. طب احكي لنا من البدايه. نحكي لك من البدايه. البدايه بدات من اول 2014، كان في موقع الكتروني تم اطلاقه، والموقع ده دخل عليه واستلم حوالي 2.5 مليون مواطن اللي هم اصحاب المركبات ساريه الترخيص. ده سنه كام قلت لي؟ 2000. ده لغايه نوفمبر 2014. نوفمبر 2014. يا فندم. طيب مصر فيها اكتر من 2.5، 2.5 دول يمثلوا 50%. والناس مش عايزه تدخل على الموقع او مكسله تدخل على الموقع، والحكومة عايزة تنفذ هذا الجزء اللي فاضل الصغير قوي في المنظومة، لأن المنظومة أكبر قوي من الكارت. منظومة الجزء الكارت ده جزء صغير قوي فيها، وهو آخر من يعني من النقاط القليلة اللي كانت فاضلة فيه في هذه المنظومة. المنظومة دي بدأت في 2013 لإحكام الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية بكافة صورها لكافة مصادرها على مستوى الجمهورية. بعد في نوفمبر 2014 الدولة قررت إيقاف هذه الموقع، وقالت إحنا هنوفر بقية 50% التانيين بشكل مباشر من بيانات المرور للمنظومة، حيث أن المنظومة تطبعهم كلهم ونوزعهم في وحدات المرور اللي هم فاضل حوالي 2.5 إلى 3 مليون مواطن ما كانوش استلم. فإحنا عندنا 50% استلم و50% طبعنا احنا كشركة اي فاينانس اللي بتنفذ المنظومة، طبعنا الكروت ووديناها وحدات المرور. طيب انا لغاية يوم 15 وما استلمتش الكارت، خلينا نريح المواطن. انا ما استلمتش الكارت. لو احنا رجعنا قرار معالي رئيس الوزراء 988، استاذ خالد عثمان هيقراه لحضرتك دلوقتي، هنلاقي ان المواطن او المحطة ملزمة باستخدام الكارت الذكي من يوم 15. كارت الذكي للمواطن او كارت المحطه. ايه كارت المحطه؟ كارت المحطه ده كارت موجود في جميع المحطات على مستوى الجمهوريه. جميع المحطات؟ ايوه. خليني اقول لحضرتك ان 3200 محطه اللي موجودين النهارده في جمهوريه مصر العربيه كلهم موجودين على المنظومه، وكلهم موجود فيهم نقاط البيع او المكن اللي هيتم فيها تسجيل الحركات، والعمال تم تدريبهم، و في البكر بتاع البوينت اوف سيل والبطاريات وكل مستلزمات التشغيل موجوده في المحطات كلها، وفي 27 مركز خدمه ومتابعه فنيه للمحطات دي في 27 محافظه تابعين للمنظومه، دول شغالين 24 ساعه في 7 لخدمه المنظومه وخدمه جميع اطرافها. طيب انا دخلت المحطه يوم 15 ويوم 16 ومعيش لسه ما استلمتش الكارت، لسه ما رحتش، عندي مشكله في الترخيص، عندي توك توك، كل الناس بتفكر فيه. كارت المحطه ده موجود مع العامل في المحطه عشان حضرتك بيسالك معاكي الكارت؟ لا انا لسه ما استلمتوش. هيقول لحضرتك روحي استلميه. طيب انا على ما استلم الكارت ما استلمتوش لسه، رحت لقيت زحمه في المرور. اعمل ايه؟ لا احنا لسه هنقول على المشاكل. في زحمه وفي ناس ما استلمتش ومش عارفه تطلع. انا هجاوب بكل التساؤلات. طيب هيعمل ايه عامل المحطه في هذا الوقت؟ هيروح مستخدم الكارت اللي معاه اللي هو مسلم اليه في انه ينفذ الحركه. والمواطن هياخد الكمية اللي هو عايزها من أي منتج من منتجات وبنفس الأسعار اللي هو بياخد بيها النهاردة. يعني أنا بقول لحضرتك يا ريت المواطنين ما يتكلبوش وما يخافوش، والدنيا يعني الأمور تمشي بشكل سيستماتيك. أنا النهاردة رحت لقيت الدنيا زحمة، بلاش أروح المرور، خليني أروح الأسبوع اللي جاي بعد يوم 15، هروح عندي فرصة أروح 16، أروح 17، أروح 20، أروح 30، أروح بعد رمضان ان شاء الله الكارت المحطه في موجود. في وقت معين من بعده مش هينفع يعني؟ في حد قرار معالي رئيس الوزراء الاستاذ خالد هيقراه دلوقتي، يعني انا بطلب الاستاذ خالد يقراه. ده هيقضي على الاشاعات واغلب التساؤلات، هيريح الناس وهيريح الناس كلها. طيب
خلينا حضرتك قلت القرار، نشوف القرار وهرجع لك للمشاكل عند التطبيق بقى والتنفيذ.